دقات الزمن تتجدد روح النصر، نصر العزة والكرامة، نصر ارتفعت فيه هامات مصر والعرب لتثبت للعالم أجمع أن مصر كانت وتظل أبية شامخة تدافع عن أرضها وتصون كرامة شعبها. إنه نصر أكتوبر، الملحمة العسكرية المصرية التي دحرت العدو، حررت الأرض وبسطت السلام بعد القوة. خطة صاغها بحنكة ودقة بطل الحرب والسلام الزعيم الراحل محمد أنور السادات، يصبح نصر أكتوبر نموذجاً ونبراساً يدرس في العلوم العسكرية حول العالم. نستلهم منه في ظل تحديات عصيبة وتصعيدات تمر بها المنطقة إرادة قوية وتحدي، ونصيغ أنشودة جديدة من البناء والتعمير في الجمهورية الجديدة. نعلي روح الوطن ونتحدث ونوجه دائماً التحية والتقدير لجيل رفع علم النصر وكل شهيد ضحى بحياته من أجل أرضها. أهلاً بكم في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري في ذكرى يوم لن يمحى من ذاكرة التاريخ، 6 أكتوبر 1973، حكاية شعب.